السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. صحيحه هي هذيك. مهم اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو، قلت نشارك معكم واحد المشتريات من الاواني. غنشارك معكم المشتريات ديالي ونشارك معكم الذوق ديالي في الاواني، ونشارك معكم حتى شنو خارج دابا في الموضه، الاواني اللي متوفرين وكيفاش يمكن لك تشري بثمن رخيص تشري شي حاجه زوينه عاطيه العين، كتجي زوينه في الحطه في المنظر. مهم كيف ما كتشوفوا معايا، غنشارك معكم اول شيء واحد الاله كتعاون 100%، كتعاونك في تقطيع الخضر الفواكه كل شيء، كتسهل عليك الحياه اليوميه ديالك في الكوزينه. المهم اول شيء هذه هي اللي غنشارك معكم، ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا هي هذه، ها هي ما البيس اللي فيها، هما هادو نيت. المهم ها نتوما كيفاش نقطع على هاد الاشكال كامله، كيفاش نقطعها نتوما الفواكه الخضر. شرب معاكم اول شيء ممكن ديروا عاوتاني هادي او مثلا الخضر بالشكل اللي بغيتو، تحطو هادي بحال هكا، ديروا الخضره ديالكم تبقى بحال هكا. الصفه ديالي راني مروحه، ممكن لكم ديروا هادي باش يفتح الغلاق اللي فيه هكا. عاوتاني ديروا حتى هادي هي بتكون هكا، حتى مسلوقه ولا المهم شي حاجه بقطعها على هذا الشكل او هذا الشكل، كتجي فيها حتى هذه كاكا ديالها، كتجي فيها هاد اليد باش كتشدي باش باش كتسالي داكشي اللي بغيتي تحطي به ديال الثلاجه، كديري القطايه ديال الطاسه هادي راك مزيان كديري في الثلاجه، وكيجي معاه واحد السيدي يعطيك هنا افكار ديال لي سالاد وديال الفواكه ولا ديال الخضر. المهم كيفاش تقطعوا بها، كيفاش تخدموا بها. الثمن ديالها كيدير 100 درهم وراه شها في امازون. المهم غتمشيو عندهم مع ديالكم، ممكن لكم تاخذوها حتى من امازون راه شها ونفس الثمن. ثاني شيء غنوريكم هاد القطعه هذه، ها هي ديال البصله مطيشه، كتقطع فيها الخضار ديري فيها الكفته كلشي، ها هي هذه هاد الماركه هذه زوينه الصراحه. المهم نوريكم، ها هي غنوريكم لي بياس اللي كيجيو فيها الداخل. كتجي فيها اول شيء هادي علاش كتحطيها، وهذا المول هذه القطعه كديري بحال هكا هاد سميتو الطاي ديالها وصافي بحال هكا، وكتطحني بها بحال هكا على حسب السرعه اللي بغيتي هنا ولا هنا. كيجي معاه هذا الطراب باش يطلع لها كريم ولا تخلطي شي سلطه ولا شي حاجه. كيجي معاه هذا كتحطي هنا باش يتصفي البيض مثلا. كيجيو معاه هادو القطاعات، ها هما كيداروا حتى هما هنا على حسب شنو بغيتي، كاينه هادي وكاينه صافي. المهم هادو ما كنحسبش بهم كاع انا، المهم عندي هي هادي كتقطع ليا البصله والكزبره معجنوس
هذا وقت البقولة تاو تقطعو بيه، وبغيت نشارك معاكم هاد التبيسلات هما زوينين في الشكل ديالهم على شكل بريضة. كاينين ثلاثة. نسيت ما قلتلكمش الثمن ديال ديك القطعة 70 درهم. القطعة 70 درهم هاد التبيسلات نتوما راه كبار. كاين هذا وميان وهذا، وكاين حتى هذا الكبير كما كتشوفوا معايا. زوينين الصراحه. الثمن ديالهم ما بين 150 حتى 200 درهم على حساب مول الاواني. كيجيو هكا في هذا الامبالاج، زوينين الصراحه. المهم باقي ما خدمتش بهم. وبغيت نشارك معاكم هاد المقيلات، خديتهم من مرجان بروموسيون. هانتوما ثلاثة بمية درهم، لقيتهم بروموسيون خديتهم صراحة زوينين. هانتوما زوينين وتقال ما خفافش بحال هكا تصوطي بشي حاجة ولا المهم اللي بغيتو. نشارك معاكم واحد التبيسلات هما، قلت لكم هاد المقيلات 100 درهم، وغنشارك معاكم هاد التبيسلات هما. صراحه هما زوينين. اللون البيض انا كيعجبوني التبيسلات اللون البيض. كاين هاد التبصيل هذا كبير البيض، ومعاه حصة ديال الطبيسلات بحالو هانتوما، كيجيو بحال هكا مرافقين ليه سلاد ولا زلوك ولا تكتوكا ولا المهم اللي بغيتو. ستة هما، كاينين هنا ثلاثة وهنا ثلاثة مع هاد الكبير هذا. والثمن ديالهم وقيلا 120 درهم. 120 درهم 120. ويمكن ليكم تاخدو بقل على حساب كل من ما عرفش شحال كيدير الثمن. بغيت نشارك معاكم هادو، ها هما الطاس ديال القهوه هانتوما الشكل ديالو. صراحه الشكل ديالو زوينين. كيجيو معاهم حتى الطبيسلات، باق ما حليتهمش الصراحه، ما باق ما خدمتش بهم. ستة ديال لي طاس وستة ديال الطبيسلات زوينين، والثمن ديالهم رخيص 100 درهم، مناسبين والشكل ديالهم زوين والكاليتي ديالهم حتى هي زوينه غلاض. المهم راه اي حاجه بغيتو سكرينيوها وتمشيو عند الماء ديالكم راه غادي تاخذوا. نشارك معاكم واحد الكيسان، ها هما زوينين الصراحه والثمن ديالهم حتى هو زوين. ها هما كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم، نوريكم. ها هو كتشوفوا الثمن ديالهم 50 درهم، 12 كاس 50 درهم، وغلاض زوينين الصراحه ورخاص. وبغيت نشارك معكم شي معنات هكا خفاف، داكشي ديال 5 دراهم وداكشي. غنشارك معكم هادي، ها هي ب 5 دراهم. عندي انا وحده باش كنهز بها، ولكن انا بغيت هادي كبيره، كنبغي بحال بعض المرات ندير الكميه ديال الفريت، ولكن هذه حسن حتى هكا في الشباكيه بريوات، يعني الكميه ب 5 دراهم. هانتوما زوين الشكل ديالها سامبل. هانتوما هادو ديال الطحين ولا تسيد الماكينه ولا اي حاجه. ها هما جيو ثلاثه
خمسة دراهم حتى هما. هاد المعلقات هادو انا ديجا عندي هاد الشكل، عندي منهم ستة وزدت منهم ستة، عجبوني ما كيتصداو ما والو غلاض والشكل ديالهم زوين. هادو 260 وهادو ها هما، هادو ديال الماعن بخمسة دراهم نوريه ليكم. لازم نخمص بعدا نوريكم هاد الموس ونحب نحلهم. هاد الموس هو بخمسة دراهم، مالي خمسة دراهم ماضي تي ماضي كيجيب كيجيب القفاله ديالو بحال هكا. ومنا خليتو هذا غير شي حاجه ماضيه. هادو ها هما ديال الماعن، انا شريتهم على ود المقالي بحال هادو، ما كنبغيوش نديروهم جيكس لا سقات شي حاجه، كديري بهم غير هادو هما ديال السيليكون. خديت فيهم جوج بخمسة دراهم بجوجهم هما، المول خمسة دراهم. وخديت هاد الباس هاهو 260. ومهم هذا مكان، هادو هما المشتريات اللي خديت، مشتريات بساط ورخاص زوينين، كيجيو زوينين هكا في الحطة في المنظر. وكنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وكنتمنى الا كنتو اول مره تدخلوا للقناه تشاركوا القناه ديالي مع الاصدقاء مع العائله الاحباب، وتخليوا لي جيم ديالكم وديروا لي التعاليق ديالكم وتشجعوني بطبيعه الحال. وشكرا لكم ومع السلامه.